اجلس بأمان في البيت يحميك الله ويحمينا فيروس قاتل ينتظر في الباب يسمى كورونا اجلس بأمان في البيت يحميك الله ويحمينا فيروس قاتل ينتظر في الباب يسمى لا تخرج إلا في أمر لا يقبل تأجيلا حين وتحصن دوما لا تنسى بقناع يحمي ويقينا لا تخرج إلا في أمر لا يقبل تأجيلا حين وتحصن دوما لا تنسى بقناع يحمي ويقينا اجلس في البيت اجلس في أمان في البيت يحميك الله ويحمينا فيروس القاتل والبس قفازا في يدك إن كنت حريصا مامونا حاذر أن تقرب موبوءا لا تلمس عينا وجبينا والبس قفازا في يدك إن كنت حريصا مامونا حاذر أن تقرب موبوءا لا تلمس عينا وجبينا اجلس في البيت اجلس في أمان في البيت يحميك الله ويحمينا فيروس القاتل ينتظر بالباب يسمى كورونا خذ بالأسباب ولا تنسى دعوات الله لينجينا والله الحافظ يرحمنا من شر وباء الكورونا خذ بالأسباب ولا تنسى دعوات